السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يحييكم. اليوم معنا في تجربة جديدة من شركة جي اي سي. زي ما قلنا الصانع الصيني العملاق هذا كغيره من الصانعين، كل ما ما شاء الله بيدخلوا السوق ويتوسعوا فيه، فكل مرة بيضيفوا منتج جديد في فئة جديدة. فمعنا فان أو ميني فان جديد لذيذ ظريف، اسم السيارة جي ان 6. جربنا لكم قبل كده أختها الكبيرة الجي ان 8، واليوم نتكلم عن جي ان 6. الجي ان 8 تخش مع الهوندا الاوديسي الكبيرة أو الكيا كارنيفال، هنا بتدخل مع الهوندا الاوديسي الصغيرة البيبي اوديسي، وفي نفس الوقت ممكن كشبيهة لها في نفس الفئة، وبتنافس سعريا وكوسع مواصفات مع تويوتا الانوفا. فعندنا هنا الجي ان 6 ميني فان في حجم أصغر شوية وسطي، وجاتنا طبعا نفس الاعتماد حق شركة الجي اي سي، عند محرك واحد اللي بيستخدموه، أربع سندر توربو، سيارة دفع أمامي، جيربوك 6 سرعات من شركة ايزن، والمحرك لتر ونص، 265 نيوتن متر العزم حقه، من 1700 دورة إلى 4000 دورة، وعندنا 167 حصان تقريبا، 176 حصان على 5300 دورة. السيارة طبعا زي ما قلنا ما هي معمولة لحق السرعة، لكن معمول بكل تأكيد اللي بوسع داخلي. ما شاء الله عندنا اطمان لوسع داخلي هنا في الصف الثاني والصف الثالث، مع ميزة إذا طبقنا كراسي في الصف الثاني عندنا مساحة تخزين في الصف الثاني أو في الصف الثالث. طبعا ميزة الصف الثاني إنه الكراسي منفصلة، فميزة تخزين إنه ما شاء الله بيكون الأرضية مسطحة بالكامل، فعندنا ميزة تخزين بالعرض وبالارتفاع وبالطول العمق لجوة، كمية كبيرة جدا لا يستهان بها وكمية حلوة. خليكم معنا اليوم نديكم كده على خفيف وعلى سريع جدا تجربة السيارة هذه ومواصفاتها. ميزة فتح الأبواب ما شاء الله بزاوية واسعة، فلو واحد كبار في السن أو واحد حجمه كبير، العتبة الدخول منخفضة إذا طفل أو واحد كبير في السن، وزي ما قلنا وسع الباب مفتوح ما شاء الله. عندنا التحكم في التكييف الخلفي من هنا موجود، فتحات التكييف بشكل ذكي موجودة فوق، مساحة الجلوس ما شاء الله تبارك الله، يعني دقيقة في 6 أصابع وشوية، وفي السقف الله يسعدكم في المنطقة الأقل ارتفاعا بنتكلم على حوالي 5 أصابع. فتحة سقف بانوراما، وعندنا زي ما قلنا مرور للخلف موجود من هنا، وكراسي نوعية الجلد فخمة، حتى مساند الرأس محفور حفر فيها كده، إنه مراعين عملية الدلع والمواصفات فيها بشكل جميل. طالعنا في الأبواب عندنا هنا، فعندنا الخشب والجلد اللي معمول برضو كمان زي ما قلنا هي بلاستيك بس معمولة بشكل فخم كأنها خشب لوكالايك أو الجلد، بحيث أنه يتحمل الشمس وفي نفس الوقت يدي شكل فخامة. طبعا فتحة السقف بتتفتح ما شاء الله بمسافة عالية لفوق، وهذا الخلطة السحرية الدرج السحري، صندوق علاء الدين أهو تنطبق بالكامل زي ما قلنا، يصير عندنا هنا الأرضية مسطحة. لسه إذا طبقنا الكراسي الأمامية كمان فعندنا مساحة تخزين بارتفاع بالعرض بالعمق لجوة، عندنا لمبة واحدة هنا، وعندنا للجالسين في الخلف مخرج كهرباء واحد ومكان لكوبين اهو، وفتحات التكييف للصف الثالث واصلة معنا فوق. فتحة شنطة يدوي واغلاقها، عندنا كاميرا خلفية، والقزاز طبعا ما ينفتح، الباب يتفتح بالكامل. تشغيل السيارة، تشغيل السيارة عندنا الشاشة 8 إنش، وعندنا هنا يد الجير زي ما حنزل كونسول موجودة مع الأوتو هولد، وعندنا طبعا وضعيات القيادة موجودة هنا عندنا بزر الاقتصادية السبور الوينتر والنورمال. زي ما قلنا نفس المحرك اللي ماشي في نفس العيلة الأربع سندر، وعندنا هنا شاحن جوال مكان لكوب قهوة، عندنا هنا كمان كهرباء مخرج كهرباء في الأسفل، وعندنا مخرج كهرباء هنا فوق. فعندنا فتحة التكييف ما شاء الله متوزع بشكل ممتاز، شحن الكهرباء ابتدى يشتغل معنا. مع انه طبعا السيارة عائلية فالواحد ماشي بهدوء بشويش، لكن لا سمح الله في حالة الطوارئ يعني بال ما يسرع، لان الواحد فرمل بقوة في حالة الطوارئ ممكن يتحرك مكانه، لكنه اعتقد عاملين حسابهم اللي بيسوق السيارة هذه بيسوقها يعني بحرص شديد، انه معاه عائلة واسرة وسواقة طراقة جدا. عندنا ارباقات كاملة هنا، مناطق عمياء ماني شايف مناطق عمياء عندنا للأسف، وعندنا الكاميرا 360 درجة.
مرات 360 درجة. طبعا نتركب شريحة فيصير الكاميرات تصور معانا في معظم سيارات الجي اي سي تصور معانا الله يسعدكم كأنها تشغل كأنها داش كام. من صفر لمية 13.3 أمس أفو من صفر لمية 13.3 ثانية من صفر لمية 13.3 من صفر لمية 0.35 ثانية. نرجع نأكد السيارة هذه ما حددت سرعة ولا حددت السيارة سرعة عالية، لكن من باب إنه نضع كل شيء في أقصى ظروف عشان نعرف مدى أداء السيارة لكم. أيوه من 100 إلى 0 57.2 متر. طبعا يعني نتمنى بالتحسين في العمل، لكن السعر فان عادي أعتقد ما هي معمولة إنها للتسارع، فأعتقد رقم كويس. سارة عائلية ظريفة، حقة سواقة رايقة، يعني متفقين تماما في الناحية هذه، حقة سواقة رايقة. لكن من باب الزود في الشيء، احنا بنجرب لكم كل حاجة في السيارة، بنجيب لكم اسعار الصيانة، قطع الغيار، سعرها كاش، سعرها بالتقسيط، على اساس انه احنا بديكم تقرير اللي حابب محتاج في باله فكرة يشتري سيارة، على الاقل احنا نعطيله اللي في علمنا الحاضر كل التقارير كاملة في وقت واحد في مكان واحد، بحيث انه يقدر يبني قراره عليه. ايش اللي بيحصل في المستقبل احنا ما نسيطر عليه، لكنه بنعطيكم اللي كل الارقام اللي في يدنا، طبعا غير القياسات العزل الصوت والازعاج والتسارع والفرامل والثبات الفعلية. طبعا معذرة منكم اليوم في شوية هواء قوي فحيأثر معنا في ازعاج الصوت، لكن خلينا نشوف ايش يصير معنا. ازعاج الصوت 75.2 دسبل 75.2 دسبل، واقل شيء جابت 70.5، يعني اقل شيء 70.5 وعلى شيء 75. اعتقد هذه السيارة حتاخذ حصة كويسة في السوق، حصة طيبة لا بس فيها. اللي بيدور على شبيهة لينوفا والرش تويوتا او المنافسين في الفئة هذه، ويبغاها فان، خذوا بالك من راسعتكم، يبغاها فان واسعة، عندي احد كبير في السن او اطفال وابغى وسع، وفي نفس الوقت ابغى سيارة عايز اقول فيها مواصفات دلع، ويهمني العتبة منخفضة عشان احيانا الكبار في السن او الاطفال تعرف الدخول والخروج، زاوية فتح الباب، الركبة، كل الامور هذه كلها في الاحتساب بتدخل في السيارة هذه، جاي سبوت اون زي ما يقولوا كده، بالمسطرة نزل عليه. ختاما اتمنى كده قدرنا نديكم تقدير كامل على السيارة. طبعا المضحك شوية هنا عملية التعشيق التابترونيك موجودة عندنا هنا بالازارير هذه، لما نعشق لقدام او نعشق لورا اهو بيبان معنا عملية التعشيق كده. الجير 6 سرعات، اعتقد لو اي نعم ماكينة صغيرة بس والصرفية حقتها حلوة، اعتقد كمان لو زودوها بنوع من المحرك اضافي كاوبشن في محرك 2 لتر توربو او بطارية كهرباء، يمكن في المستقبل تعرف الصينيين شاطرين في الناحية هذه فممكن يجوا فيها. وعندنا عملية الكاميرات 360 درجة، زر مكانها شوي على اليسار هنا في يد السواق، فبيبان معنا كل شيء بسهولة. شكرا شكرا لكم متابعتكم الكريمة. نسيت اوريكم مفتاح السيارة، مفتاح جي اي سي، كل سياراتها تقريبا مفتاح واحد، هذا مفتاح الجي اي سي الله يسعدكم. شكرا لكم متابعتكم الكريمة، ولتجارب وتقارير ثانية، وكل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك رب ان شاء الله. السلام عليكم.